ولعل هذا يأتينا فيما يتعلق بمسألة مظاهر السؤال التي يأتي بها هؤلاء السائلين للناس كيف تكون بإذن الله من خلال ثنايا هذا اللقاء. لكن السؤال هنا شيخ محمد خصوصا فيما يتعلق بالحديث الذي ذكرته قبل قليل في موقف الشرع من سؤال الناس، يأتي السؤال عن 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 سبب منع الشريعة لهذا الأمر، ما الحكمة من منع الشريعة لمسألة الناس؟ لعلك شيخ محمد تجيب عن هذا التساؤل بعد فاصل قصير نستأذنك فيه. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية رياض الأصالة، زاد المنى يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى، مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا فجوال زاد رفيق السرى. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة، أحب الرسول به يقتدي، حياتي هناء مع السنة، أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة، من الظلمة، من الظلمة، من الظلمة، وزكاه ربي بخلق عظيم، بخلق عظيم، وطهر حباه ذر القمة. محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com. بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وبكل من انضم إلينا في الراصد مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. ظاهرة التسول وأحكام المسألة هو موضوعنا في هذا اللقاء. شيخ محمد، السؤال قبل هذا الفاصل حول الحكمة من منع الشريعة لمسألة الناس. الحمد لله، مسألة الناس تخدش في التوحيد، لأن الأصل علاقة بين العبد وربه. نعم. أن هذا العبد يسأل الغني الكبير سبحانه وتعالى، ويظهر حاجته إليه وافتقاره إليه. فإذا توجه العبد بالسؤال إلى المخلوق بدلا من الخالق، خدش في معنى العبودية لله. فالمفترض أن هذا العبد يكون ذله وخضوعه لربه، وأن يرفع يديه ويسأل ربه. فسؤاله للناس هو إذن خدش في قضية الرضا بالقسمة والتوكل، وخدش في التوحيد، وخدش في معنى العبودية. نعم. إن الوقوف على الأبواب حرمانه، والعجز أن يرجو الإنسان إنسانه، فكيف تطلب مخلوقا وتقصده إن كان عندك بالرحمن إيمان، عطاؤه لك إن أعطاكه ضعة. يعني هذا المخلوق لو أعطاك هذه ذل مهانة، فكيف إن كان بعد المطل حرمان، ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. إذن هذا ممكن يكون في ظلم للمسؤول نفسه يا شيخ. أيوة، إذا ألحف، شوف السائل إذا ألحف وألح وآذى يكون في ظلم.
ويعرض نفسه هو للذل، وبعدين وقد هذاك يسحب فيه كما يقولون ولا يعطي شيء، ويعرض لمشقة البذل ولوم المنع، ويعني يريق ماء وجهه ويذل لغير خالقه وينزل نفسه ما يعني أدنى المنزلتين، ويرضى بإسقاط الشرف ويبيع الصبر والرضا يعني والتوكل بسؤال الناس، ويضع نفسه في غير موضعها ويصغرها ويحقرها ويهينها. هذه كلها يعني معاني سيئة في السؤال، شكوى لغير الله. فإذا منع السؤال يعني امتناع الإنسان عن السؤال فيه حفظ لكرامته وكف عن إيذاء الغير، وأيضا يعني حماية من المنكرات التي تترتب على السؤال من الغش والتدليس والكذب، إنكار النعمة، إظهار الضعف، وعلى غير الحقيقة يعني إظهار غير الحقيقة كذب. وأيضا ما يترتب على ذلك شيخ محمد يعني إكراما لنفس الشخص وأيضا لأسرته، لعائلته، لأقاربه، لمن حوله من الناس. يعني أيضا الإكرام ينتقل إلى هؤلاء بإكرام الإنسان السائل لنفسه عن مسألة الناس. ترى على فكرة هذه نقطة مهمة، بعض الحرائر العفيفات من عوائل يعني عوائل العفيفة وما عندهم هذا الشيء، فتبتلى المرأة بزوج يعني يشوه السمعة، وربما يطلب منها أو من أولاده أن يسألوا حتى الجيران. يعني في ناس ترى الوجبات شبه يعني الخبز الجيران، الملح الجيران، أي شيء على الجيران. الله المستعان. شيخ محمد، يعني إذا تحدثنا عن الأسباب التي تدعو إلى هذه الظاهرة والتي دعت إلى هذه أو سببت يعني ظهور مثل هذه الظاهرة على المجتمعات، يعني شوف نحن لا ننكر أنه يوجد في المجتمع ناس محتاجون، وأن طبقة الفقراء تزداد، وأن الطبقة المتوسطة تختفي، وأن الطبقة الغنية يعظم ثراؤها، وأن يعني أهل الحاجة في تزايد. يعني هناك ظلم في الأموال يؤدي إلى ازدياد الحاجة، ازدياد الفقر، ازدياد الناس الذين لا يجدون عملا، بطالة. وهؤلاء يعني لابد أن يعمل لهم شيء، لا يمكن تركهم، يعني هم بحاجة فعلا. يعني أيوة. وبعدين ماذا يعني بعض السؤال لابد منه، يعني لبعض الناس لابد أن يسأل يعني. لكن أحياناً يكون الذي يسأل حاجته ضعيفة أو غير محتاج، والذي لا يسأل هو المحتاج حقاً. إذن هناك فقراء من يعني من عهد البشرية، هذا موجود في البشرية من قديم، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في فقراء. فالحاجة والضرورة قد تدفع بعض الناس للسؤال، ويكون سؤالهم شرعا صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر من كان محتاجا على ذلك. نعم. والمسألة هذه يعني غير مبالغ فيها، يعني من طريف ما يذكر أن عثمان بن دراج مرت به جنازة يوما يقول معي ابني، وفي الجنازة امرأة تبكي وتقول الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء. فقال ابني يا أبي إلى بيتنا والله يذهبون. يعني يا أخوها الولد شايف أنهم مساكين فقراء، المرأة تقصد القبر، وهذا يفهم الولد أن بيتهم. بعض يعني التخلي عن بعض الواجبات الاجتماعية والمسؤوليات الشرعية سبب لظهور الحاجة. أب تخلى مثلا، عرض أولاده للسؤال، سوء التربية والتنشئة تخرج أطفالا متسولين. ثم الاستمراء، يعني يكون مثلا ناس فعلا محتاجين أعطوا، أيتام أعطوا، طيب كبر الأيتام وتخرجوا وتوظفوا ولا زالوا يطلبون ويتصلون على الغني، نحصل استمراء لهذه العادة السنوية. الله يعطيك العافية. العادة السنوية وش عادة؟ عادة السنوية خلاص أنتم الآن استغنيتم، إيش العادة السنوية؟ وبعض الناس يعني هو أصلاً يقسم المال هكذا، مسجل عنده عوائل فهو يعطي. فالاستمراء فعلاً مشكلة، خلاص يعتبروا هذا من الدخل، يعني غنيمة باردة، جاء من مال جاء من غير تعب.
وأحيانا يعني يكون هذا الموضوع باب رذيلة، لأن بعض النساء تدخل فيه ربما تكون محتاجة ثم تمتهن الرذيلة، يعني الحاجة تدفعها إلى أن تبذل عرضها والعياذ بالله، وتقع في شباك الرذيلة.